ليش ضوء احمر بالذات؟ ضوء احمر كان لحتى نقول ستوب لكل الاشياء اللي غلط اللي نحن بنعرفها بحياتنا، ان كان شيء بيخص المرأة او ان كان شيء حتى بيخص صحتنا النفسية نحن بشكل عام. فكان مثل علامة ستوب، لهيك سميته ضوء احمر. وبلشت أجندة كان اسمها أنا بطل حياتي، كانت أول أجندة بطالعها. ووقت شفت الإقبال الكبير والدعم، صرت بقى أطالع أشياء تانية، وكل فترة أخترع شيء جديد. يعني من فترة مثلا نزلت شالات علي واحدة من الجمال اللي أنا كتير بحبها، والشال كمان سبحان الله يعني ما بلحق بيع الحمد لله. فهيك بلشت القصة. بأي شغلة بمجتمعاتنا، بأي شغلة بنعملها، حيكون في دائما، إذا أنا بدي أمشي عكس التيار، حيكون في دائما شيء يعارضني وشي يحاول ان هو يفشلني طول الوقت. ولحد هلا بتجيني هجمات كتير، بس اذا كنت انا قدراني اثر بشخص او شاب واحد مثلا بهيدا الدنيا، اذا قادرة اثر لو 1% فهذا الشيء بكفيني بالنسبة لي، حتى لو كان التأثير ضعيف وحتى لو كان قليل. بس انا متأكدة انه على المدى الطويل حيكون التأثير اكبر وحياخد وقت اكتر. اكيد كلياتنا اذا كنا مع بعض، نساء للنساء دائما، انا هيدا المقولة عندي اياها، بنقدر ندعم بعض، وبيقدر أي حدا شو ما كانت الظروف يلي صايرة معه، بيقدر إن هو يفتح مشروع أو يستقل ماديا. أي صبية فيها تستقل ماديا، فيها توقف على رجليها، فيها تعمل كيان لحالها. فهيدا هي رسالتي الأساسية بصراحة. حلمي إنه يكون متجر ضوء أحمر، متجر موجود بالحقيقة، موجود بكتير بلدان وله كتير فروع مثل أي مكتبة عالمية موجودة. فإن شاء الله أقدر أوصل لهذا الحلم، وأقدر حتى أساعد أكثر ما أنا هلا عم ساعد بكثير، أقدر أساعد بكمية كثير أكبر، ويكون في عندي دعم أكثر. فإن شاء الله يعني.